هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم المرأة العالمي. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانا طيبة، كل سنة وكل الستات في كل أنحاء العالم طيبين وكويسين وحلوين، أيا كان بيعملوا ايه، بيحققوا أحلام وطموحات وكارير وبيعملوا حاجات جامدة قوي، أو ما بيعملوش حاجة وقاعدين في البيت بيربوا الولاد أو ما عندهمش ولاد. امرأة عاملة، امرأة قاعدة في البيت، كسولة، نشيطة، أيا كان، كل سنة وإحنا طيبين. إحنا النص الحلو، إحنا أكيد ما نقدرش نستغنى عن النص التاني، بس إحنا برضو النص الحلو. كل سنة وإنتوا طيبين. يلا بينا نبتدي الحلقة. هنعمل أكلة فظيعة النهاردة، بما إننا امبارح والنهاردة عملنا شوية، قلت لكم هنعمل شوية من أكلات المطاعم، فالنهاردة عندنا أكلة لطيفة قوي. أقفل بس الكتل وأرجع لكم. بصوا بقى، النهاردة عندنا ريزو الجمبري والكيجن. احنا النهارده هنشتغل ببهارات الكيجن. بهارات الكيجن دي هنعملها مع بعض وهنشتغل بيها في كل الوصفات بتاعه الحلقه. لطيفه ولذيذه، وعلشان تعرفي تعملي اكل مختلف على دخله رمضان ان شاء الله، ممكن تجهزي شويه خلطات. فمن التجهيزات دي نبتدي بتجهيز خلطه زي دي. الحاجات دي لذيذه وبسيطه وموجوده في البيت، فانت لو جيتي تشتريها زي ما هي كده هتلاقي نفسك دفعتي رقم، لكن لو عملتيها في البيت واشتغلتي بيها بقى في كل التتبيلات والحركات بتاعتها هتنبسطي جدا. يلا بينا اقول لكم هنعمل ايه. رز الجمبري والكيجن بالكيجن، وهنعمل اصلا بهارات الكيجن، وهنعمل كيس الجمبري والكابوريا بالكيجن، الكيس المشهور اللي لما بقى بيقعدوا على الانستجرام يوروكوا الكيس ازاي فظيع ومليان سي فود والصوص فيه جنن، وبيبقوا بقى يعني مبسوطين قوي. احنا كمان نقدر نعمله في البيت بمنتهى السهوله، حبه بهارات على حبه حاجات لذيذه. هنطلع النهارده اكله حلوه قوي باذن الله من اكلات المطاعم المشهوره اللي لما بنبص عليها كده بنحس ان الموضوع غالي قوي، واحنا نحاول ننزل شويه ونقلل البادجت دي خالص ونقلل القصه دي خالص ونعمله في البيت ارخص كتير كتير اكيد. يلا بينا هنبتدي بايه؟ هنبتدي بالبهارات. خلطه البهارات عباره عن معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره شطه، معلقه صغيره كزبره جافه، معلقه كبيره من الزعتر الجاف، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، 2 معلقه صغيره ملح، 2 معلقه كبيره سكر بني. نقدر نبدل السكر البني بالسكر الابيض، وامشي بالمقادير دي، اعمليها بقى انت الدبل تريبل يعني ضعف الكميه براحتك. اوكي تعالوا بقى كده ناخدها على طاسه الاول. بنبتدي لما نيجي نعمل خلطه بهارات بالزيت، الموضوع مش موضوع ان احنا نحطها بس على بعض، لو سخناها كده وطلعنا منها الزيوت دي هتلاقوا الخلطه ريحتها بقى بانت على بعضيها. طبعا انا يعني ايه ممكن اعطس في اي لحظه، فامنوا نفسكم. اوكي اعملوا دبل الكميه عشان تقضي معاكم، تبقى ايه في البرطمان موجوده طول الوقت. خدوا بالكم دايما من حاجه في البهارات علشان بتقل عليها كتير قوي. البابريكا، الثوم الباودر، البصل الباودر، لو قدرتي تشيليه في الثلاجه خصوصا في الصيف، يعني سيبك من الشتاء، لو قدرتي وانتي في الصيف وعملتي خلطه بهارات زي دي انك تحطيه في الثلاجه يستحسن، لان هم ملهمش روح ابدا 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 وبيبوظوا على طول. نكلم مدام نادية. يا مدام نادية ازيك؟ الو. هاي دودو. هاي هاي يا حبيبتي. حبيبة قلبي انتي، انا بموت فيكي. انا بحبك قوي قوي. وانا بعشقك، ايه رايك؟ انتي حبيبتي والله. والله بحبك. والناس كلها بتحبك. ربنا يخليكي يا حبيبي. الحمد لله. النهارده ابيض كده
شكرا. منورة دكتورة دودو. شكرا شكرا. انت حبيبتي لو اقول كلام الدنيا كله فيكي ما يكفيكيش والله. ده كتير عليا قوي مدام نادية الدلع ده. والله ابدا والله كتير. كل خير. شكرا. ايه ادب واخلاق وشطارة. حبيبتي حبيبتي حبيبتي. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. كل سنة وانت طيبة. طيبة ان شاء الله. كل سنة وانت طيبة وجميلة ومجاملة ومقبلة على الحياة. جميلي وكل سنة وكل الكاست بتاع حضرتك طيب ان شاء الله. ميرسي يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة. حسن وحسين بيصوموا كبار؟ حسن وحسين ايه؟ كبار بيصوموا ولا صغيرين؟ اه بيصوموا. لا كبار بقى حسن ما شاء الله عليه 15 سنة. وحسين 9 سنين خلاص بنصوم. ربنا يبارك لك فيهم وتشوفيهم كده من الشباب الصالحين ان شاء الله. يا رب اللهم امين يا حبيبتي. هم وكل اولاد اللي بيتفرجوا علينا كلكم كلكم اولادكم واحفادكم وحبايبكم يا رب. ميرسي. اقول لكم على حاجه عشان بس بيقولوا انه ايه يعني احنا الشهر ده شهر المراه كده متدلعين بصراحه فيه يعني. الشهر ده كله دلع. عيد الام ويوم المرأة العالمي. فانا بحس ان شهر 3 ده يعني ايه الشهر بتاعنا كده. انا كحد يعني كان شغله او كان ظهوره معتمد على ايه؟ معتمد على دعم الناس. يعني انا شخص لو انا الناس ما دعمتنيش ما انا مش هبين مش هظهر مش هعمل حاجة مش هعرف اعمل حاجة اللي بحبها. فأنا كل الناس اللي دعمتني وقفت جنبي وحبتني وشجعوني وبيشجعوني ما هم ستات. فيعني مفيش جدعانة أكتر من كده. إحنا بنتميز بإن إحنا فينا كل الصفات. جدعة ولطيفة ولذيذة، غيورة شوية ما يجراش حاجة، بتحب الشوبينج شوية ما يجراش حاجة، عادي يعني. هي دي الست. فبصراحة إحنا عندنا صفات جميلة جدا وأنا بحترمها فينا جدا جدا جدا. وفخورة بكل الأجيال اللي بتسلم بعض. سواء الجيل من يعني من اول ايه بقى جيل جدتي اللي انا شفته بعدين مامتي بعدين جيل اخواتي الكبار بعدين جيلي اللي انا فخوره بيه جدا بقى. يعني انا مش قادره اقول لكم لو كتبت قصائد في جيلي هقول عنهم ايه. هقول عنهم حاجات كتيره جدا لانه انا بشوف ان احنا جيلنا يمكن يكون اصعب جيل مر بضغوط وصعوبات وتفاصيل وحاجات كتيرة قوي احنا بنمر بيها لحد دلوقتي. حتى زماننا احنا صعب بقى مش من الرفاهيات انك لازم تشتغلي ولازم تعملي ولازم تساعدي ولازم تاخدي بالك وبيعملوا كل ده. فانا فخورة بالمرأة المصرية والعصرية والمرأة في كل حتة بصراحة. يعني عملنا ايه بقى واحنا بنتكلم على المرأة؟ عملنا البهارات كلها خلطناها على بعض. السكر طبعا ما تحطيهوش على النار. شلت البهارات يا دوب ريحتها تطلع وتبان كده وتبقى ريحتها جميله جميله. نقوم حاطين السكر تهدى بس كده. تحطي السكر وتقلبي وبتدي طعم للاكل ملوش حل. فادي البهارات بتاعتنا اللي هنشتغل بيها. تحبوا نطلع فاصل ولا اكمل؟ قدامنا قد ايه؟ قولوا لي. فاصل؟ أنا مش سامعة. أكمل؟ طب يلا بينا. أوكي. ندخل بقى على الرز. أول حاجة هحط الزيت كده. هقول لكم حالا هنعمل حركة نميسة برضه. استنوا. إحنا لسه ما خلصناش حركاتنا النهاردة فيها إيه؟ فيها تكات لذيذة كده. أحب من وقت للتاني أخدكم في حتة بعيدة عن الكومفورت زون بتاعتنا اللي هي الحتة اللي إحنا دايما مرتاحين فيها. الطبيخ والرز والكيك والاساسيات بتاعتنا. لازم نخرج نبص بره كده نشوف فيه ايه ونرجع تاني. نحط الزيت والبصل بالشكل ده وعلى النار رغده. انا ابتديت اسمعك يعني شوفي ايه الصوت بس بيروح ويجي. ايه المقادير نزلت على الهواء؟ تمام يلا بينا. المقادير بتاعه الرز نزلت على الهواء. هنحتاج ايه عشان نعمل الرز ده؟ ده رز ريزو بس بالجمبري مش بالفراخ وهنعمله ببهارات الكيجن. محتاجين نص كيلو جمبري وده هنسيبه دلوقتي هنعمله السيجمنت اللي جاي. محتاجين معلقتين كاتشب معلقتين كبار هوت صوص 2 معلقة كبيرة مستردة 2 بيض بهارات الكيجن وملح وفلفل. ده قصة الجمبري.
نيجي بقى عند التغليف بتاع الجمبري، كوبايه دقيق، معلقه كبيره نشا، بهارات كيجن، وزيت للقلي. كل ده للجمبري هنعمله اللي جاي وهقوله لكم تاني. الرز بقى محتاجه 4 كوبايات من الرز المصري، 2 بصله مفرومه، ربع كوبايه من صوص الريزو اللي هنعمله حالا، ومرقه سمك او مرقه فراخ براحتكم، 2 ورقة لورا، 2 عود قرفه، 2 معلقه كبيره من بهارات الكيجن بتاعتنا، ملح وفلفل اسود. صوص الريزو اللي احنا هنعمله حالا عشان هنشتغل بيه في الوصفتين، هنعمل ايه؟ هنجيب كوب من الكاتشب، 2 معلقه كبيره عسل ابيض، 2 معلقه كبيره عسل اسود، 2 معلقه كبيره صويا صوص، 2 معلقه كبيره خل، معلقه صغيره ثوم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره من البابريكا، وملح وفلفل اسود. تعالوا بقى اوريكم كده انا ايه هعمل ايه. الصوص ده اول حاجه هبتدي بيها كده على ما البصله تبتدي تبقبق وتتحرك. على جنب هاخد كل العسل وكل المكونات بتاعه الصوص. انا عارفه ان الوصفه ممكن تلخبطكم شويه، فبعد اذنك يا رغده ممكن نبقى ننزل المقادير بتاعه الرز تاني بالجمبري بالصوص. هنزل كده بكل حاجه على بعض. تعالوا هنا نبص على البصل، الدنيا ماشيه تمام. هقلب كده، هجيب معلقه عشان اخد من البهارات، ناخد كده من البهارات، نحط حبه ونحط ميه. فين الميه؟ نجيب ميه مغليه، ناخد منها ربع كوبايه كده ولا حاجه على حسب ايه ما الصوص يخف معانا. وناخد الصوص ده دلوقتي، احنا بنحط له ميه مغليه، هنحطه على النار يغلي غلوه بسيطه يدوب كده وكل الحاجات تدخل في بعض. الخلطه دي هحط منها في الكيس بتاع الجمبري، وهحط منها في الرز، ودي خلطة مهمة ولذيذة جدا. خلي معايا الشوربة عشان خلي بتحب. بصوا البصل، اول ما يبتدي البصل ياخد لون هنزل بالقرفة، عودينا القرفة كده، ايدي هنا على الصوص كده بس يبقى صوصي ولطيف. هقوم شايلاه من على النار على طول. ريحة الرز، البصل مع القرفة مع ريحة الصوص فظيع. مش هحط ورق لورا دلوقتي ولا الملح ولا الفلفل ولا اي حاجه، انا بس هبقى جاهزه كده بالبهارات والشوربه، لاني وهاخد شويه من الصوص ده، ده اللي هينزل كمان شويه عشان الرز يبقى مسكر ويبقى ملون الطعم المميز بتاعه يعني. تحبوا نطلع فاصل؟ يلا يلا بينا نطلع فاصل على ما البصله تبتدي تاخد اللون اللي انا عايزاه، ما تروحوش في اي حته، استنونا بعد الفاصل. ما تاخرناش خالص، ما عملتش اي حاجه، جبت الجمبري ولسه بعمل البصله، وادي الصوص انا شايلاه من على النار اوريدي، خلاص بقى مظبوط، كل حاجه دابت دخلت في بعض، العسل وكل الحركات. اوكي نيجي بقى هنا، البصله مش عايزاها زي بصله
الصياديه، يعني يا دوب كده تلون وتصفر وتغمق سنه، يعني مش بقول لك ان هي مش هتغمق، لا هتغمق. هنزل بالرز كده واقلب مع البصل، هنزل بورق اللورة. الترتيب مش مهم، لو انت عايزه تنزلي الصوص، عايزه تعملي اي حاجه تانية ما عنديش مشكله، بس انا احب جدا ان انا اخد الاول الرز كده من غير اي تلزيق واي ميه في الحله، علشان هو نفسه يفلفل وياخد الزيت ويبتدي ايه يتغلف كويس. هحط كده الملح، مش هكتر الملح طبعا عشان احنا عندنا كل حاجه بعد كده فيها ملح. هنزل بمعلقه من بهارات الكيجن كده، خد معلقه كمان ونقلب بالشكل ده. عايزه احط شويه من الفلفل الاسود، لا غنى عنه مهما كنا حاطين بهارات. يلا بينا هننزل بالشوربه، دي شوربه فراخ او في مرقه سمك، لو بتحبوا تحطوا مرقه سمك موجوده، يعني هي موجوده في السوق. وهنزل من الصوص كده بحب من الصوص، حبه كمان، هنزل ببقيه المرقه، التسوية العادية للرز. عندك بقى هنا في ايه؟ في شوية من الفيش صوص. الفيش صوص ده احيانا بيبقى موجود عندنا في التلاجة، ما بيبقالوش استخدامات، ممكن استخدمه في حاجة زي كده لو انا عندي رز هعمله بالجمبري بيبقى لذيذ قوي، فهستخدمه النهاردة، هحط منه شوية. هو على فكرة طعمه ما بيبقاش يعني في زفارة ولا حاجة، لا خالص، بيظبط النكهه كده في حاجات معينه كتيره قوي. زود بس الميه ونطمن ان الدنيا هنا ماشيه تمام. نغطي بالشكل ده، نودي كده هنا علشان هنشتغل اكيد على الحله التانيه دي بعدين. تعالوا يلا بينا نعمل بقى الجمبري اللي هنحطه من فوق على الرز. خلي الصوص كده شوية، هنحتاجه بعدين. طيب عندنا اكتر من حاجة، اولا احنا محتاجين بيض، تعالوا نقول المقادير تاني ولا ننزلها؟ طيب يلا هنزل كده هنا بالبيض على الهوت صوص، دي تعتبر التتبيلة، اوكي، على الكاتشب والمسترد. دي الشوكة، نقلب كده المقادير دي كده كلها على بعض. هنزل ببهارات الكيجن كده، رشة فلفل اسود علشان البيض، وبعد كده هعمل ايه؟ هعمل كده، هحط الجمبري. الجمبري هنا انا مستخدمه الجمبري الوسط، المفروض بقى ان انا اسيبه يتبل في الخلطه دي لحد ما احس ان هو اخد الطعم. الجمبري ممكن ياخد قد ايه وقت علشان احس ان هو اخد الطعم؟ ياخد حوالي يعني نص ساعه، نص ساعة ويبقى أخد الطعم وبقى زي الفل.
الجلوفز فين؟ نص ساعة كافيين جدا بالنسبة لي، ما عنديش أي مشكلة. نوطي النار على الرز ونشوف الزيت أخباره إيه، ونعمل الخليط دلوقتي. هنا بقى هنحط شوية كمان من الفيش صوص اللي قلتلكوا عليه ده على التتبيلة دي. وهنا ادي الطبق حط فيه الدقيق والنشا. نكلم مين؟ مريم. يا مريم ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا شيف دعاء؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله والله تمام. اخبارك ايه انت؟ انا كويسه قوي الحمد لله يا حبيبتي، بخير الحمد لله. صح حالك؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا روح قلبي. اموريني يا حبيبتي. امورك. انا عايزه طريقه عمل مربى الفراوله. حاضر يا حبيبتي من عينيا. طبعا احنا لازم كنا نسيبه حوالي نص ساعة، مفيش وقت بقى للنص ساعة دي عندي، انتوا سيبوه نص ساعة في التتبيلة هيبقى زي الفل. ناخد كده وننزل في التتبيلة تاني، وناخد كده تاني، ونعمل كده، ونروح نعمل تشيك على الزيت اللي انا سامعاه اوريدي بيفرقع هناك. بسم الله. تمام. يلا باقي الكمية. كده كده. ونروح نبص تاني. يلا. تقدروا تعملوا الخطوة على مرتين او على مرة واحدة براحتكم، يعني عايزين تحطوا في الخليط مرتين ما عنديش مشكلة، مرة واحدة مفيش مشكلة برضه. انا عايزاه كده كده مقلي علشان يبقى فوق الرز كده حلو ولذيذ ومقرمش، زي ما بنحب الجمبري يبقى مقلي كده وبنشوفه مقرمش ازاي وبيبقى دمه خفيف ازاي. يلا بينا. الجمبري كده كده من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص خالص في التسويه، فعايزين نطلع اللي اتقلى خلاص عشان ما ياخدش وقت مننا. هو اول ما نزلنا الجمبري هتلاقوا ايه الدنيا الزيت هدي. يلا بينا ناخد كده كده كده، ننفط كده 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 كده، وننزل على الجمبري. حاضر. يلا نطلع بس الاول. العادي ان الجمبري ايه اللي بيحصل فيه؟ بنشوحه مع البصل بيبقى جوه الرز. انا حبيت اقدمه بصراحه بشكل مختلف شويه، فوقيه كده ويبقى مقلي ومقرمش ومقرقش وكده، هيبقى دمه خفيف ولذيذ قوي، فحسيت ان هو شكلا ومضمونا هيبقى احلى، وهو مقلي يبقى طعمه احلى، خصوصا لو حطينا عليه من الصوص هيبقى تحفه. ياخد الكفر ونشيل الباقي. عايزه اغير الجلوفز ضروري. نكلم مين؟ حسين. لا. الو 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 يا حسين ازيك؟ ايوه 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 يا حسين، انت على اسم ابني. ايوه ايوه انا سامعاك يا حسين.
والله سامعاك. خط قطع. وادي الجمبري المقرمش طلع علشان يتحط على الرز الريزو بتاعنا. خليه كده على جنب لحد ما ايه يهدى خالص. احنا كده هنعمل ايه؟ هنطلع فاصل. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حد. ورجعنا من الفاصل. الرز على النار وعايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نعمل كيس الجمبري اللي بيبقى فيه صوصات مختلفة كده. تعالوا نعمله على طريقتنا. طول ما احنا واقفين كده هنشوف هنحط ايه وازاي نخلي الجمبرية دي مختلفة. بتبقوا عارفين وهو بيبقى كيس كده وبيدلقوا الجمبري وبتبقى الاشكال بقى الصوصات مختلفة. بيعملوا 3-4 انواع من الصوصات، يعني الى حد ما كلهم شبه بعض بس الميكس ده لذيذ. يلا بينا. هنحتاج ايه بقى علشان نعمل الجمبري او كيس الجمبري والكابوريا بالكيجن؟ بهارات الكيجن، اللي مش متابع الحلقه او ما بداش معانا الحلقه، عملنا البهارات بتاعه الكيجن، عملنا بيها الرز وعملنا بيها الصوص للرز، وهنعمل بيها دلوقتي الكيس. يلا بينا. محتاجين نص كيلو جمبري وسط بقشره، 3-4 كابوريات براحتكم، ممكن يبقى جمبري بس من غير كابوريا، بطاطس صغيره بيبي، ودي حركه كده لو انتوا حابين تعملوها هتبقى لذيذه ان الكيس يبقى فيه ذره فيه بطاطس. فاحنا استخدمنا ذره اللي هي الذره المسلوقه، الذره المسلوقه او الذره الحلوه او السويت كورن زي ما بتحبوا تقولوا. الصوص اللي هنعمله له هيبقى ايه؟ بصله كبيره مفرومه، 2 معلقه كبيره ثوم مفروم، معلقه كبيره من الجنزبيل الفريش، عصير ليمون، 4 معالق كبار من الزبده، 2 ورق لورا، 2 معلقه كبيره بابريكا، بهارات كيجن وبس كده، وشويه ملح. طيب عندنا 2 اوبشنز او اختيارين. الاختيار الاولاني ان احنا نسوي الجمبري هنا نص تسويه على الطاسه، والاختيار الثاني ان احنا نحط الجمبري ني جوه الكيس، وبعدين بعد ما اعمل الصوص احط الاثنين على بعض. اوكي، فعلى حسب انتوا حابين تعملوا ايه. انا هحب ان انا اسوي الجمبري تسويه كده ينزل الجوسس بتاعته، اخده هو والعصاير بتاعته اللي جوه الطاسه، اقوم حطاه في الكيس، حط عليه من شويه الصوص اللي احنا عملناه بس معلقتين صغنطتين، وهنعمل بقى كمان حبه بهارات على حبه صوص كده لذيذ. يلا بينا نبتدي علشان الوقت. تعالوا اعمل كده، احط حبه زيت وزبده وممكن الكابوريا تقطعيها. تعالوا نقطع واحده كده نكسرها يعني. واو، بطارخ ها. الزبدة على النار بتبقي بتتكرمل كده علشان انا عايزاها تتكرمل شوية، مفيش مشكلة خالص. وهقوم نازلة كده 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 اهو كده. نقلب الكلام ده. طبعا انتوا عارفين قد ايه الكلام ده ما بياخدش وقت خالص في التسوية ابدا. وبعدين ناخد الجمبري نحطه على النار برضو. Thank you.
يلا اهو تسخينه كده لذيذه هيلون. اول ما يلون هرفع الكلام ده من على النار من غير اي بهارات ولا تتبيلات ولا اي حاجه، انا عايزاه بس نص تسويه كده يغير لونه مع الحراره وبعدين يكمل في الفرن. طبعا انت تقدري تعملي الصوص وتقفلي الكيس ولا الهوا براحتك خالص، ممكن تحطي الكلام ده ني. تعالوا بقى نعمل الصوص، نبتدي نحط كده الطاسه بتاعتنا على النار. هناخد بصله صغنطوطه قوي مش كبيره، ولو عايزين تستغنوا عن البصل ما عنديش مشكله كمان، بس هو بيدي طعم لذيذ. بصله صغنطوطه كده تدي نكهه، توم طبعا اوعوا تنسوا التوم، حبه توم حلوين. نحط الزيت، هنحط الزبده طبعا، استنى ايه عايزه احرك شويه كده بالزيت. نحط لهم بق ميه صغنطوط، اتحرك بس معانا كده البخار ده دلوقتي. البصل والثوم على بعض، نحط بقى كميه الزبده كلها. لو تعرفوا اللي بيتعمل في المطاعم بيتعمل بقد ايه زبده هتحسوا ان الزبده دي قليله، كميه زبده رهيبه. اول ما الزبده كلها تدوب هبتدي انزل بقيه مقاديري عادي جدا. انا هنا ما شلتش يعني انا عندي بهارات الكيجن فيها بابريكا، زودت بابريكا، انا عايزه طعم البابريكا شويه مع الزبده يكون زياده شويه، بيديني لون وبيديني طعم. نحط الجنزبيل دلوقتي كده، عايزين تحطوا بقى بشر ليمون بشر برتقال مفيش اي مشكله. هنزل بالبابريكا وهنزل بالبهارات بتاعه الكيجن، هي طبعا الهيرو بتاعنا النهارده، فعايزاها تبقى واضحه وباينه ولذيذه. هحط عصير الليمون، هحط ميه ربع كوباية مية مش كتير، ما تزوديش المية اهي يعني يعتبر فنجان تقريبا كده. زي ما قلتلكو عايزة اخد شوية من الصوص اللي عملته واحطه هنا كده. نعم اخدت بس معلقة تدي تسكيرة كده معايا. لو انتوا مش عاملين الصوص ده خلاص، لو عايزين يبقى باربيكيو صوص بداله ممكن تبقى معلقه باربيكيو صوص هيبقى طعمه حلو قوي. اوكي نيجي بقى هنا ونعمل كده ونبتدي نحط الحاجات بتاعتنا في الكيس. اعتقد ان احنا ممكن نشتغل على كيسين، ممكن كيس تاني. انا مش سامعه على فكره. يلا بينا ننزل بقى كل الحركات بتاعتنا كده باي اوردر بقى على حسب عدد الافراد. نحط معاه من البطاطس المتقطعه سواء مكعبات او البيبي بوتيتو اللي هي البطاطس البيبي دي. نحط ورق اللورة، حط ورقه كده وشويه ذرة عشان دايما بيبقى معاه سويت كورن، بيبقى بصراحة طعمه خطير. وناخد من الصوص بتاعنا النميس اللي احنا عملناه ونعمل كده كده
ناخد بقى من الزبده كده علشان هي اللي هتدي الطعم. هيحتاج ان هو ياخد كمان شويه ميه كده عشان يخف. اهم حماية في الموضوع اني طبعا اسيب له مساحة. هو طبعا كله مستوي وانس ان هو بقى في الفرن هيدخل هيستوي في 10 دقايق. هو اصلا ممكن يبقى للتقديم بس هو محتاج شوية بكبكة كده، كل حاجة تبكبك مع بعضها، كل حاجة مستوية وزي الفل. بنسيب مساحة زي ما انتوا شايفين كده علشان الكيس يتنفس. نعم، نعمل الكيس اللي بعده. يلا بينا. المرة دي نحط البطاطس الأول ونحط الذرة كده وننزل ببقية الكيس الجمبري. يلا بينا. والكابوريا ناخد شوية من الصوص بتاعنا. احنا كده هنعمل كيس كمان. حلو حلو كويس. نحط كمان واحدة كورن ونحط شوية مية. ندخله الفرن ونكلم دنيا. الو. الو، هاي دنيا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، اهلا بيكي. انت عامله ايه؟ انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي قوي. والله بحبك قوي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير يا حبيبه قلبي. انا بموت فيكي. شكرا. عايزه طريقه البيتزا، عجينه البيتزا. حاضر، من عينيا الاثنين، بس كده تأمري. ايوه شكرا. نجيب بقى كده خله او ابره او دبوس ونفتح كده عشان انا بقى ايه بشك في الذره، لان هو اللي هيستحمل عشان الكيس ايه ما يفرقعش مننا. يلا مش هيلحق ان شاء الله، يخش بس الفرن وكله هيبقى تمام. تعالوا نعمل الكيس الثالث. تحبوا ايه؟ اطلع فاصل ولا نعمل الكيس الثالث مع بعضينا؟ تمام. ده بقى هنعمله من غير بطاطس، هنعمله بس بالكورن. نحط بقيه الجمبري وكل الصوصات بتاعه الجمبري. الكيس ده هيبقى ايه؟ كل فيه كل الحركات، لان الطاسه بيبقى فيها كل البهاريز. هاخد كمان شويه من الصوص ده هنا كده، وبعدين ناخد الكلام ده كده
والميه نحطها هنا عشان ما نسيبش حاجه بقى، ما احنا كده كده هنحط ميه مش عايزين نسيب حاجه. فايه ناخد كده شويه ميه من هنا هنقفل وندخل الفرن ونطلع فاصل. استنونا بعد الفاصل هحطه في الفرن وخلاص كده. نرجع بقى بعد الفاصل نشوف هنعمل ايه. ورجعنا من الفاصل، الاكياس في الفرن بتبقبق والرز على النار، وقمت مدخله كده الجمبري كمان اللي قليته من بدري وحسيت ان هو ساقع شويه او برد شويه واتضايقت قوي عشان التكييف، كنت عايزه اقدم كل حاجه سخنه على بعضيها. تعالوا نعمل ايه، نغرف الرز كده اول حاجه وبعدين نغرف بقيه الحركات بتاعتنا. يلا بينا. ده رز ريزو، على فكره رز ريزو علشان فيه دايما سكر وحاجات وصوصات فهو بيبقى ملزق في بعضه، فعادي يعني مفيش مشكله، احنا طالع مننا مفلفل وزي الفل، دي مش مبررات ولا حاجه، انا بس بقول لك انه لو لزق او حسيتيه ان هو مش بقوام الرز العادي او لازق شويه وعامل قعر ده طبيعي جدا علشان السكر. وطبعا القعر ده يعني طعمه تحفه. والقرفة ريحتها مع الصوصات والحركات بتاعتنا رهيبة. تعالوا بقى كده ايه نساوي، نشيل ورق اللورة، لو عايزين تشيلوا عيدان القرفة ما عنديش اي مشكلة خالص، نعمل كده. ممكن مثلا نعمل كده ونجيب جنبه اي طبق سلطة من اللي احنا عاملينه، تقدروا تقدموا اي نوع سلطة، انا اخترت سلطة خضراء. ناخد شوية دول كمان. نجيب بقى الجمبري اللي انا دخلته في الفرن عشان يسخن. اوبا اخد لون كمان مش سخن بس. ونعمل ازاي بقى دلوقتي، نجيب معلقة او شوكة، نجيب الاول كده القليل من البصل الاخضر مثلا عشان هيبقى شكله حلو قوي معاه وهيبقى طعمه كمان حلو قوي معاه كده. وناخد شوية من الصوص نعمل كده. انتوا بقى زودوا الصوص براحتكم، مش عايزه ازود قوي عشان ايه يبان كله قدامكم بالتفاصيل وتبان الصوره واضحه ولذيذه قدامكم. نلمع الطبق حالا ونكمل تزيين بالشكل ده.
وادي كده اول طبق عندنا جهز. ناخد الطبق اللي بعده ونجيب الجمبري. يلا بسم الله. طبعا انا مش قادره اقول لكم الصوص بيبقى عامل ازاي والكيس بيبقى سخن ازاي. يلا احنا ممكن ايه نسيب كيس مفتوح، كيس نصوره وكيس نفتحه. يلا خلينا. واو نعمل كده. ايه؟ يلا 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 يلا. واو ازاي نعمل خروجه في البيت. هنسيب ده بقى كده علشان نصوره برضو، ونبقى ايه نجيب كل الحاجات جنب بعض. دي انجازاتنا النهارده بالهيرو بهارات الكيجن، وعملنا بيها اطباق تحفه هتنبسطوا بيها قوي 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 ان شاء الله لو جربتوها بإذن الله تعجبكم جدا. ناخد الكيس ده ونحطه في الصاج دي. يلا حالا. عملنا ايه النهارده؟ عملنا بهارات الكيجن من اول ما ابتدينا بقى الخلطات وحمصناها، حطينا عليها السكر وشلناها على جنب، وعملنا بيها كيس الجمبري اللي انتوا شايفين الدخان ده وانا شم ريحة ومش قادره بجد من الحلاوه. كيس الجمبري الشهير اللي بتشوفوه على انستجرام وعلى السوشيال ميديا والناس بتطلقه كده بيبقى يعني سر الخلطه، والموضوع بسيط ولذيذ ولطيف. وعملنا رز ريزو الشهير بس بخلطه الكيجن مع الجمبري المتبل برضو بخلطه الكيجن، وقليناه وحطينا له صوص وعملنا له حركات. سعيده ومبسوطه بالحلقه كالعاده، يا رب تكونوا انبسطتوا واتسليتوا واستفدتوا، وتكون الحلقه عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، وما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك ويوتيوب. صفحتي الشخصيه دعاء السمنودي بالعربي والانجليزي على انستجرام وفيسبوك. اشوفكم على خير، باي باي.